بعد أن استقر المسلمون في الأندلس، بدأت الأنظار تتجه نحو الشمال فيما وراء جبال البرانس الفاصلة بين الأندلس وفرنسا. وتولى قيادة الجيوش الإسلامية أنذاك عدد من القادة المسلمين الذين تفرغوا لنشر رسالة الإسلام. أمير فارس وفاتح عظيم خلده التاريخ الإسلامي كأول قائد يقوم بحملة عسكرية جادة تجاه بسائط جنوب فرنسا. إنه السمح ابن مالك رائد الفتوحات الإسلامية. هو السمح ابن مالك الخولاني، عرف بشجاعته وجراءته وخبرته في الأمور العسكرية، بالإضافة إلى تمتعه بعقلية إدارية ممتازة. نشأ السمح ابن مالك في بيئة إسلامية خالصة، وتربى بين يدي العلماء، وأيضاً عرف بالفروسية والشجاعة وحسن الإدارة والخبرة العسكرية. كيف أثرت هذه النشأة في شخصية القائد السمح؟ الغالب أنه نشأ في القيروان، والدليل على ذلك قصة بيرويها ابن القطية في كتابه افتتاح الأندلس، إن كان من عائلة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لما كان يأتي أموال من أي ولاية كان يشترط لقبول هذه الأموال حتى يتأكد أنها أموال حلال وليس فيها أي شبهة، أن يأتي مع هذه الأموال 10 من العدول من هذه الولاية ويقسموا على أن هذا المال يعني مال حلال وليس فيها أي شبهة. وحدث فعلا أن هذه العادة ظلت موجودة حتى عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك الأموي. وفي إحدى هذه الجلسات مع الخليفة كان موجود عمر بن عبد العزيز قبل أن يتولى الخلافة، والتقى بالسمح. والتقى بالسمح، نعم، في هذا اللقاء. وفي المجلس، مجلس أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك، كان سيدنا عمر بن عبد العزيز موجود ولم يكن خليفة، كان من حاشية سيدنا من حاشية سليمان بن عبد الملك. فشهد العشرة أن هذا المال أخذ بحله وأنه فاضل عن حاجات أهل الأندلس، وحلف 8 من العشرة. بعدما شهدوا أبى رجلان أن يحلفا، قالوا الحلف في مسؤولية زيادة، فتورعوا عن خافوا وما حلفوش من الرجلين السمح بن مالك. فأعجب سيدنا عمر، أول حاجة في حضرة أمير المؤمنين يرفض الحلف، ثانيا انورع هحلف على أمور. كانت بداية اللقاء هنا والتعرف على هذه الشخصية. فحملها عمر بن عبد العزيز في صدره وحملها للرجل، فلما ولي الخلافة استعمله على الأندلس في العام 100 من الهجرة. هو في الواقع في ترابط بين سيدنا عمر بن عبد العزيز في الخلافة وبين السمح في ولايات الأندلس. سيدنا عمر ولي 99 هجريا، توفي 102، يعني ولي 3 سنوات. السمح نفس المدة هي ولي بعد، بس هو أقل شوية من سيدنا عمر، لأن سيدنا عمر أول ما تولى رتب البيت الأموي الداخلي فشغل بضعة أشهر، فلما تفرغ للولايات كانت أول من استعمله على الأندلس استعمل السمح. عندما تولى عمر ابن عبد العزيز الخلافة سنة 99 من الهجرة، شرع في تطبيق سياسته الإصلاحية العادلة، واختار السمح بن مالك والياً على الأندلس. قبل أن ينطلق السمح بن مالك في الكثير من الفتوحات وأيضاً تطهير البلاد، كان لابد من ترتيب البيت من الداخل والإصلاحات الداخلية التي قام بها. كيف استعد السمح للفتوحات حتى جنوب فرنسا؟ يتميز السمح بن مالك بصفات مهمة جداً كوالي. عنده حنكة سياسية، عنده دراية بأمور الإدارة، عنده شجاعة وخبرة عسكرية. فهذه الشخصية اللي ممكن نقول جمعت كل هذه الصفات أهلته لأن يكون والياً وحاكماً من طراز فريد. أدرك طبعاً السمح بن مالك بما لا يدع مجال للشك أنه لا يمكن أبداً أن يتوجه إلى أي فتوحات خارجية قبل تأمين الجبهة الداخلية، لذلك بدأ بعدد من الإصلاحات. يعني مثلاً على المستوى السياسي وجد أن هناك فرقة وحالة من التشرذم وحالة من الصراع والتنافس، فبدأ يقمع كل هذه الحركات، حركات الفتن، حركات الانتزاء، وبدأ يعمل عملية تلاحم اجتماعي بين القبائل العربية والقبائل البربرية. بعد كده بدأ يرى أن لابد من إصلاح اقتصادي
لأنه محتاج موارد، محتاج أموال ينفق بها على حركة الفتوحات. فلذلك بدأ يهتم بالزراعة، بدأ يخمس الأرض الزراعية، اهتم بالري، أصلح حالة المزارعين، وبدأ يجمع الأموال حسب الشريعة الإسلامية اللي وصى بها الخليفة عمر ابن عبد العزيز. السمح الآن في الأندلس نقل الصورة لسيدنا عمر، فعاد سيدنا عمر عن فكرة تهجير المسلمين، بل توطيد الحكم وتذليل العقبات. السمح كما تفضلت حضرتك بنى قناطر قرطبة، قناطر عظيمة جدا في الحجم والمساحة وفي الأهمية، لأن الناس كان في نهر عظيم يربط بين شمال وجنوب الأندلس عن طريق قرطبة كحاضرة، فهذه تهدمت، كانت من أيام الرومان، فبناها بيت وكانت يعني منارة شديدة، واستأذن فيها طبعا أمير المؤمنين فأذن له لما لها من مصالح ولما لها من توضيد الدعوة في هذه البلاد. أخذ السمح القولاني في استكمال الفتوح في جنوب غرب فرنسا، وفي ذات الوقت أرسل يعلم الناس الإسلام سواء في فرنسا أو في الأندلس. ما هي دوافع السمح بن مالك لخوض هذه الفتوحات واتجاه إلى جنوب فرنسا؟ طبعاً الدوافع لها تختلف تماماً عن الدوافع العامة للفتح الإسلامي في كل البلاد المفتوحة، لكن هنا عندنا خاصية تتعلق بالأندلس أو أوروبا، وهي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بشر فيه بفتح مدينة القسطنطينية، عاصمة الدولة البيزنطية. نعم. حين قال يعني خير جيش جيشها وخير أمير أميرها. نعم. فلذلك كان كثير من الخلفاء والأمراء والحكام يتمنى أن ينال شرف فتح القسطنطينية. فلذلك أنا أعتبر أن فتح الأندلس وبعدها محاولة فتح فرنسا هي لهدف أكبر، وهو الوصول إلى مدينة القسطنطينية. لكن السؤال، هل تعتبر محاولة السمح بن مالك هي المحاولة الأولى لدخول فرنسا؟ لا، سبقت هذه المحاولة عدة محاولات. موسى بن نصير فتح الأندلس حاول أن أو فكر ووضع فتوحات، نعم، لعبور جبال ألبرت والدخول إلى منطقة فرنسا التي كانت تسمى بلاد الغال أو بلاد الفرنجة أو الأرض الكبيرة كما هو معلوم يعني. لكن يبدو أن عزله واستدعاءه لدمشق من قبل الخليفة الأموي أوقف هذه العملية. ومن هنا جاءت دوافع السمح بن مالك وأيضا المسلمون في ذلك الوقت في التوجه نحو جنوب فرنسا وأيضا الوصول إلى سبتمنيا والاستيلاء عليها. الفتوحات الإسلامية لم تكن إلا رفع اليد الظالمين عن الناس، وبعد ذلك الناس اللي عاوز يسلم يسلم واللي مش عاوز، دي عقيدة والعقائد محلها القلوب، ولا سلطان لأحد عما في القلوب. فالسمح بن مالك ومن قبله طارق بن زياد في فتح الأندلس رفع يد الظلمة عن الشعوب، والعلم حضرتك إن بقيت الأندلس عدة قرون ومعظم سكانها نصارى ولم يكونوا مسلمين. يمكن القول أن حملة السمح بن مالك على جنوب فرنسا تكتسب أهميتها ليس لكونها التحرك العسكري الجدي الأول في هذه البلاد فحسب، وإنما لكونها أيضاً أولى الحملات التي حققت نتائج ملموسة وأسست لاستقرار المسلمين في هذه المنطقة. محاولة السمح باعتبارها أول محاولة جادة، طبعاً محاولة جادة ومحاولة منظمة. الراجل خرج بجيش قوي جداً، وضع خطة استراتيجية، عبر جبال ألبرت، وصل إلى مقاطعة سبتمانيا. نعم. وسيطر ونجح في دخول مدينة أربونا، وبعدها توجه إلى تولوز. هنا في الوقت ده ممكن نتكلم على عائق كبير جدا بدأ يوقف حركة الفتح للسمح بن مالك، وهو أن انتقاله من مقاطعة سبتمانيا إلى مقاطعة أقطانيا بعد ذلك، اللي كان بيحكمها في ذلك الوقت دوق قوي جدا هو الدوق أودو اللي كان في الشمال، ومجرد ما سمع بمجيء الجيش الإسلامي عاد بسرعة، وهنا للأسف هيقع جيش السمح بن مالك بين فكي كماشة بين المقاومة الداخلية في حصار تولوز والإمدادات الخارجية وبين الجيش الخارجي اللي جاي بتاع أودو، وهنا يعني رغم قلة عدد الجيش الإسلامي وتفوق عدد الجيش الفرنجة، لكن صمد الجيش الإسلامي، وهذا أكدت عليه المصادر الإسلامية وحتى المصادر غير الإسلامية. أبلى فيها السمح بن مالك بلاء حسنا، حتى قيل إن كان السيف بتاعه يقطر دم من كثرة يعني بلاءه وقتله للأعداء في هذه المعركة. السمح في قضية نشر الدعوة لم تكن نشر دعوة في المقام الأول، رفع المظالم،
أو تبديد التهديدات. ما أنت عندك في الشمال بتاع يعني في ملوك فرنسا وقتئذ كانوا ينظرون للمسلمين أنهم غزاة ولابد أن يرحلوا عن هذه المناطق، وكانوا يعدون العدة لهذا. فهو رأى في خطر في شمال الأندلس فأراد أن يخمد هذا الخطر، وفعلا انطلق وفتح عدة قواعد وعدة بلاد حتى وقعت ما يعرف بواقعة تولوز، وكانت معركة شديدة البأس. وتوقف إعثرها المسلمون عند هذه السلاسل الجبلية تفصل فرنسا شمالا والأندلس جنوبا، لم يجاوزوها إلى أن خرجوا من الأندلس. عندما تذكر الحملات الإسلامية باتجاه أراضي أوروبا يذكر معها السمح ابن مالك، فهو الفارس العظيم الفاتح الكبير الذي أمد في الوجود الإسلامي بأراضي جنوب فرنسا لأكثر من 40 عاماً.